مشترك الكومبايند فوتينج مظبوط. عملنا الاف 1 على نعمل الكومبايند فوتينج افتحيت من كونكريت بنروح وين بي. على بيس لا احنا من القواعد لساتنا فوتينج اه ماشي بيس. بيس على القواعد. طيب تفتح لنا هاي الويندو نيجي اول شيء على التايتل سمي لي اياها اف 2 ايوه هلأ إحنا هون بدنا نعمل نفرض قديش الأبعاد ونشيك عليها على الأوتوكاد آه على الأوتوكاد زوم أيوة مش انا جايات مستطيلين جنب بعض أرسم عليهم مستطيل واحد من نص الأبعاد من لا 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 بعدين هسه أول إشي بدنا نحط أبعاد القاعدة فإنت مش مستطيلين أحمر ملزقين ببعض آه أرسم لي مستطيل على حدود الأحمر هاي أيوة كليك كليك على الزاوية اللي أيوه. تبعتي أعمل كليك على الزاوية الحمراء اول شي جيب المستطيل اعمل سكيب روح جيب رسمة مستطيل اعمل كليك على الزاوية الحمراء هاي ايوه امشي بالكليك امشي 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 على المستطيل اللي تحتيه الاحمر الزاوية المقابل له الزاوية المقابل له سكيب نحن مستطيل على الزاوية القاعدة الأولى كليك انزل 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 ايوه امشي لتحت 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 ايوه على الزاوية هاي كليك ممتاز خد لي ابعاد هاي هسه هستز... امحي القواعد اللي تحتيها الحمراء والهاي ما بدي اياها هذول اه لا كلي... ما ديليت كليك عليها ديليت عادي ما هو بمسح كله عادي دليت. امسح 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 ديليت ديليت وديليت النظافه اللي بالنص هاي ديليت ديليت ركز اللي بدي احكيه ايوه ديليت هلا هذا الاشي انا بدي اياه بدي اخلي الثنتين بهاي القاعده تمام تمام طيب شو باجي انا بعمل بروح بقيس القاعده هاي عشان ادخل ابعادها على البروكن اه بروح جيب دايمنشن ايوه هاي اثنين طيب شوف البعد الثاني ايوه انزل لتحت 4.2 يلا روح على بروكن دخل لي اياها دخل الرقم الكبير بالاول 4.2 عشان يرسم لي اياها ايش مهم اكتب 4.2 تحتيها اكتب اللي هو 2 ممتاز روح عندي عمودين شو ابعادهن وكيف شكلهن هل... بتطلع دائما على هاي رسم لي اياها القاعدة فطلع على الاوتوكات كيف جيات اللي هن 20 ابعادها 25 ب 50 اكتب عند سي 1.5 و.2 ابعاده سي 1 لما بدك تحط ابعاده تحت بعض ابعاده روح لي على سي 1 حبه حبه .5 ايوه روح على العمود اللي جنبه كليك على الخ... ايوه بسوي لك اياه عمودي هلا انا بدي اياه هيك لا انا بدي اياه يكون بالاتجاه الثاني نايم بالاتجاه الطويل صح؟ صح آه. اكسن اكتب .5 تحت .2 يلا آه. اكبس عند سي1 حطها .5 تحتها .25 روح على سي2 كليك عليها بوينت... حط نفس الابعاد نفس الشيء بدي اياه بس هسه رح يجوا الاثنين فوق بعض ما رح ي... ما في يعني انزل اكبس مكان ثاني بالله مربع اللي تحتيه ايوه هون رسم لك العمودين متطبقات فوق بعض لانك بعدني ما حدث بينهم سبيسنج روح لي على الاوتوكاد شوف لي قديش المسافه بين العمودين عشان يبعد العمودين عن بعض من الزاويه للزاويه ايوه كم متر و70 ركز روح على البروكن شوف كيف برسم البروكن بعطيك ابعاد روح اقرا انه سي واحد قديش ابعده وسي اثنين قديش ابعده السنتر واي يعني المسافه متر وخمس متر وسبعين تقسمها على اثنين لانه القاعد جاي بنص المسافه هيك ف170 على 2 أه... 8, 8 ونص 8 ونص روح على البروكن شوف كيف بدك تدخلها وين خانه سي واحد تحتيها في مكتوب اي e. اكتب بوينت ثمانية خمسة روح جنب حط ماينس ها شايف كيف حرك العمود سالب بوينت ثمانية خمسة هيك فهمته انزل ايوة ممتاز هيك فهمته المسافة بين العمودين متر سبعين ليش لانه خط الصفر صفر عنده بمحور واي بالوسط فانا بدي ابعد من السنتر هذا مسافة على اليمين ومسافة على اليسار المسافة هاي كم هي؟ بروح باخذ المسافة بين العمودين بقسمها على اثنين، نص المسافة بيناتهم. فأول واحد بحركه على اليمين والثاني بالاتجاه الثاني بالماينس. اوكي. ال هذا حرف ال اللي هو الإي، البعد الإي، طب اللي تحتيه حرف الإف اللي هو البعد على المحور الثاني، بس احنا على نفس السنتر، احنا بالأوتوكاد على نفس اللاين جايبينه. فيش داعي أو. أحرك العمود أب أو داون. ماشي؟ ماشي. طيب روح على الستام كلام هايت يلا شو كنا نحط ثلاث 3 متر طيب انزل البيس ليبس ارتفاع القاعده 60 سم اللي هو 0.6 السويل كفر حكينا على فرض عنا القاعده عمقها اس مترين رايح منها 0.6 بضل السويل كفر قد ايش طواب متر و40 1.4 انزل كونكريت دنسيتي كثافه البطون على فرض 25 25 سيبها اه السويل على فرض انه حكينا 18 طبعا الارقام هي ممكن تتغير عادي من مكان لمكان آه. الانجل 20 و البيس فريكشن كونستانت بوينت فايب. شو هو هذا مهندس البيس؟ معامل هذا معامل اللي هو الاحتكاك لل... لل... للاساسات هذا بتاخذ فحص التربه. اوكي كلها الربار... هاي تقريبا تق... تقريبا القراءتين ناخذهم فحص التربه صح؟ بالضبط الريبار ديبث اللي هو الكفر طبعا هو حسب الكود المفروض 75 بس احنا نعود بالعاده 50 واعطي الريبار لكل شيء باكس واي 50 اوكي طيب هون 1.5 فاكتور على الكوده اكتبها وقل تحتيها 1.5 البيرينكه بس للتربه صفحه التربه 200 بعدين 1.5 بعدين 1.5 بعدين الـ سي يو للهاي اللي هي 25 الباطون وللاعمده والقواعد 25 ويل الحديد ده كنا بالاردن 420 وبالامارات 460